يقول الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. الله عز وجل واحد في ربوبيته، محدش شارك ربنا في شيء من خلقه، وواحد في صفاته، بمعنى أنه مفيش حد يتصف بصفات الله عز وجل، وواحد في ألوهيته، هو سبحانه الذي يستحق العبادة فحسب، محدش غيره توجه إليه العبادة، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. لسه شايف فيديو لواحد متصوف بيعترض، يعني قافلين مسجد الحسين ليه ايام؟ تقريبا ما كانوا قافلينه عشان الشيعة ما يعملوش الحسينية بتاعتهم، فكان متعصب ومتضايق وبيقول دول اولياء الله الصالحين وناس صالحين، والناس اللي بتتهمنا اللي احنا بنعبد الأضرحة. ايوه احنا بنعبد الأضرحة عشان الأضرحة دي فيها أولياء، والأولياء دول ناس صالحين. شوف وصل للدرجة، هو بيعترف ويقر أنه بيعبد الضريح، ما بيعبدش ربنا، أو بيعبد ربنا مع الضريح، ما كده أشرك مع الله آلهة أخرى والعياذ بالله. طبعا ده كفر بواح وشرك أكبر، إنما الذي يستحق العبادة فقط هو الله عز وجل. طب المشركين كانوا بيعبدوا ربنا مع الأصنام: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. بس وقت ما يزنوا كانوا يخلصوا الدعاء لله بس. حتى يعني في بعض الروايات اللي فيها مقال، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: كم إلها تعبد؟ قال له: بعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فإذا أصابك الضر؟ قال: أدعو الذي في السماء. طب ما أنت عارف أهو، ما انت عارف اللي هو اللي حينجيك هو الله عز وجل، فلماذا تعبد الآلهة الأخرى؟ يعني انت لو سألت الناس عباد الأضرحة دول حولك: لا، ربنا هو اللي بيكشف الضر، هو اللي بيدفع الضر، هو اللي بيجلب النفع. طب ايه علاقة بقى الكلام اللي انت بتقوله باللي انت تروح للأولية ولا الأضرحة ولا الأحجار ولا الأشجار ولا القبور؟ ملهاش أي معنى غير اللي انت تشرك أشركت بالله عز وجل. شيء عجيب جدا، تخرج من الملة بمثل هذه الأمور الخاطئة التي تخالف البديهيات والعقليات. فأنا عايزك تتعلم أن واحد الله واحد، مش معناه بس أن ربنا واحد في ذاته. هو واحد في ذاته، واحد في ربوبيته، هو الخالق رزق المدبر، بس أهم حاجة في الوحدانية هو وحدانيته في العبادة، أنه هو بس تصرف إليه العبادة، لا تصرف العبادة لأحد غيري، لأحد غيري. منعوت بنعوت الفردانية، هي موصوف بصفات الوحدانية. منعوت يعني موصوف بنعوت بصفات الفردانية، يعني الوحدانية. ليس في معناه أحد من البرية، البرية عن الخلق، يعني ما يتشبهش بصفات ربنا حد من الخلق، ده شيء طبعا معروف وبديهي. بس لما أجي أسألك عن معشور: هل لله يد؟ أحسنت، يعني ليه ربنا له يد؟ فما يجيش في بالك اليد بتاعت البشر، حاشا وكلا، ده كفر بالله اللي انت تشبه الخالق بالمخلوق. بس مدام ربنا أثبتها لنفسه يبقى نثبت الصفة لله عز وجل، اسمها الصفات الذاتية. هيا صبح، هل لله وجه؟ ويبقى وجه ربك، يبقى لله وجه. هل يشبه وجه المخلوقين؟ حاشا وكلا، لا نعلم الكيفية، الله يفتح عليكم، بس المعنى معروف واللفظ مفهوم، لكن الكيفية ما نعرفهاش. هل لله عينان؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحدث الصحابة عن الدجال قال: وإنه أعور، هو حيدعي الألوهية وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور. يبقى لله عينان، هل له عينان كعين البشر؟ حاشا وكلا، لا نقول هذا، إنما نثبت الصفة. هل الله يغضب؟ يغضب، غضب الله عليه. يبقى مدام ربنا قال في القرآن إنه غضب، يبقى بيغضب. ما نقولش لا، ده المقصود بالغضب هو العقاب، لا، الغضب حاجة والعقاب حاجة.
من مقتضيات الغضب العقاب، لكن إثبات الصفة نفسها لازم يكون موجود. يبقى نعم يغضب، بس هل يغضب كما بالكيفية اللي بيغضب بها البشر؟ حاشا وكلا. يبقى دي قاعدة في كل حاجة، ما دام الصفة موجودة في القرآن يبقى نثبتها لله عز وجل، أو موجودة في السنة، بس كيفيتها ما نعرفش. ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات. مفيش حاجة تحد ربنا، ما احنا بنقول ربنا في السماء، ما نقصدش ان السماء تحيط بربنا طبعا، حاشا وكلا، انما مقصود ان الله على السماء، يعني العرش فوق السماوات والله مستوى على العرش. دي اشياء مهمه جدا ان انت تعرف صفات ربنا عز وجل اللي انت بتعبده. تقولي بس الجاريه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما سالها اين الله، قالت في السماء. فنقول له ان كلمه في قاعده في اللغه العربيه ان حروف الجر بتتناوب، ففي هنا بمعنى على. تقول لي ايه ده، هي ممكن في تبقى بمعنى على؟ نعم. فاكر فرعون لما قال ولا اصلبنكم في جذوع النخل؟ معقوله يعني هيفتح النخل ويحطهم، ولا المقصود على جذوع النخل؟ يبقى كلمه في هنا كانت بمعنى على. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الارض، المقصود من في الارض اللي جوه الارض، الديدان والعقارب والحاجات دي، ولا اللي على الارض اللي هم البني ادمين والكائنات الحيه عموما؟ يبقى ارحموا من في الارض، يبقى هنا من على الارض. فكلمه في بمعنى على. يبقى لما تقول، لما نقول لك الله في السماء، يعني مقصود على السماء، على العرش، والعرش فوق السماوات سبحانه وتعالى. لكن ما فيش حاجه تحد ربنا. عشان كده الناس اللي بتقول ربنا في كل مكان دي كلمه خطيره جدا وغلط جدا، كانك بتقول ربنا بيحل في المخلوقات، بيحل في المكان ده او في الجسد ده. ده كفر فظيع اللي يقول ان ربنا بيحل في المخلوقات. لا، ربنا منزه عن ذلك، ربنا مستوى على عرش منفصل عن خلق، لكن هو معانا في كل مكان بعلمه واحاطته وبصره وسمعه، يعلم وكل شيء عن المخلوقات. وتعالى عن الحدود والغايات، ربنا مش محتاج حاجه من حد. في حديث مكذوب لا اصل له، خلقت الخلق لكي أعرف، كنت كنزا لا أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هذا حديث كذب، إنما ربنا خلق الخلق لعبادته. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى ربنا لا يحتاج لأحد ولا يحتاج لعبادة أحد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. ما حدش يقدر يضر ربنا ولا حد يقدر ينفع ربنا عز وجل. ما خلقش الخلق عشان محتاجهم، إنما خلقهم ليعبدوه، وهم المستفيدين من عبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هنا الشيخ الفوزان علق على هذه العبارة، قال لو كان المقصود بالأركان والأعضاء والأدوات اللي هي ما يشبه المخلوقين فده حق، إنما لو كان يقصد نفي صفات ربنا الذاتية فده باطل. لأن ربنا زي ما قلنا له وجه، له عينان، له ذات، له يد، كما أثبتها القرآن. آخر حاجة، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات هنا على المخلوقات. طبعا الإنسان بيكون محاط، موجود في مكان حوال يمين او شمال او فوق او تحت، لكن ربنا عز وجل منزه عن ذلك، لا تحيطه الجهات، انما هو في جهه العلو سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.